سؤال حضرتك بس عن القنوت في الفجر يا سيدنا، هل هو جائز لغير حاجة والدليل على ذلك؟ جزاكم الله خير. الحمد لله وجزاك الله مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سأل سائل عن القنوت بالتاء في صلاة الفجر، أهو جائز عن غير حاجة أم لا؟ أقول بالله تعالى التوفيق، هذا من المسائل التي اختلفت فيها أقوال العلماء، وها هي وجوه الاختلاف باختصار وباستدلالات لكل فريق. ذهب الإمام الشافعي والشافعية إلى استحباب القنوت في صلاة الفجر، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، وهذا ثابت صحيح. واستدلوا بحديث آخر في سنده ضعف، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا، إلا أن السند ضعيف. واستدلوا بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان القنوت في المغرب والفجر، قالوا وممثلا عنهم الحافظ ابن حجر، فنسخ في صلاة المغرب اتفاقا وبقي في الفجر فبقينا مع الأصل. هذه بعض استدلالات الشافعية لمشروعية هذا. أما الأحناف فقالوا إن قنوت الفجر بدعة، لحديث سعد بن طارق بن أشيم قال سألت أبي قلت يا أبت قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فهل كانوا يقنطون؟ قال أي بني محدث. هذا دليل الأحناف، ومتعقب بأمرين. الأمر الأول أن السند فيه بعض المقال اليسير تكلم فيه العقيلي، لكن على فرض ثبوته قالوا إن النبي قنت، ومن حج ومن علم حج على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي، ولم يكن سعد بن طارق من الملازمين للرسول في المدينة. ثالثا قال الحنابلة إن القنوت يفعل في النوازل، واستدلوا بأن النبي قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان، أو دعا النبي زمنا اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعياش بن ربيعة وسلمة بن هشام وفلان وفلان. هذا مختصر القول. أما القول بأنه بدعة لحديث سعد بن طارق أي بني محدث، فهذا استقراء طارق بن أشيم، وسعد ما رأى أكثر الصحابة. ولذلك فابن حزم يقول والقنوت في الفجر والقنوت فعل حسن وتركه حسن، لأن النبي قنت وترك، وأورد عشرات الآثار في البابين، أبو بكر قنت، عمر قنت، الرسول قنت، وأورد أثار في الجانب الآخر، فالأمر فيه سهل، وإن كنت أنا أجنح إلى أنه في النوازل، لكن لا تثريب على من فعل برأي الآخر، والمسلمون في هذه الأزمنة في نوازل والله أعلم. فلا تنشئ اختلافات في هذا الصدد، لأن أقوال السلف فيها فسحة، وما لم تكن عصبية زائدة هذه موجودة عندهم تبديع. لا يا أخي، ارفق بنفسك وبالمسلمين. أنا أفعل هذا في مسجدنا لأننا أرى أننا في نوازل الآن، وأن الأمر ليس على التجديد الذي يذكره إخواننا. الله يكرمك. الله يسلمك.